السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده حل مثال سريع كده على إيه، على الـ Resource Allocation في الـ Production Planning and Control. فده مثال كده، ده اللي موجود، ده اللي كان كده في امتحان 2017. فالمثال أهو ماشي، جايب لنا الـ Activities بتاعتنا، وجايب كل الـ Activity ورا الـ Successor. الـ Successor يعني اللي جاي بعديه، يعني الـ A جاي بعديه دي و E وهكذا، وجايب لنا وجايب لك الـ Time بتاع كل Activity، وجايب لك عدد الـ Workers المتاح أو الـ Task ده بيطلبه. تمام. فاول حاجه وبيقول لك اول حاجه بيقول لك ايه، ريبريزنت ذا داتا ان جانت شارت. فبالتالي انت خلاص رسمها في جانت شارت. فاول حاجه بتعملها ايه، ده دي التاسكس اللي عندنا كلها، جايب لك كل تاسك اللي جاي بعدها، الاي جاي بعدها الدي و اي والبي وهكذا. فاول حاجه بندور عليها ايه، بنروح ماسكين الاي كده وبنشوف هل هو موجود هنا، هل هو موجود في الارقام في الحاجات اللي بتبقى سكسسور ديت. لا، ما طالما مش موجود يبقى بنبدا بي، دي معناها ان احنا بنبدا بي، يبقى الايه هنبدا بي وهياخد قد ايه، 6. دي 6 على فكره. فطبعا مش معايا ورقه رسمي بياني وكسلت اشتري، فانا عملتها في ورقه عاديه كده. فالايه اهوت، ما طالما زي ما قلت، ما طالما ما لقيناهوش في السطر الثاني ده اهوت، فبنبدا بيه، بنبدا بيه من عند صفر لحد كام، لحد 6. تمام، على لحد 6 وبنقفل ونكتب جوه عدد العمال الوركرز وهكذا. بنمسك بنشوف البي، هل البي موجود في السطر التاني اللي هو السكسسورز؟ لا، يبقى هنبدأ بيه. والبي طوله 6، قصدي 7، البي طوله 7، والسي نفس الكلام كان طوله 7 برضو، عدد العمال 3. تمام. طيب بعد كده بنشوف الاي جاي بعده الدي والاي، بعد احنا خلصنا الثلاثة دول لان هما مش موجودين هنا. تمام. فالاي جاي بعده الدي والاي، فانت اول حاجه بتعملها بتشوف هل الدي والاي متكررين في السكسسورز دول موجودين هنا. لا، مش هتلاقيهم. فبالتالي هتروح عامل ايه بقى، بعد الاي على طول الاي خلصت عند الستة. تمام. هتروح جاي من عند الستة على طول عامل الدي، بادئ الدي وبادئ الاي، وتشوف الدي واخده قد ايه، وتروح واخدها الدي واخده 9، تاخد 9. تمام. الدي واخد تاخد 9 وتحط جواها عدد الوركرز، والاي بتاخد على 1 2 3 4 5 5 وتحط عدد الوركرز. تمام. يبقى بما ان الدي والاي جايين قبل الايه، فبتقول ده الايه خلصان عند الستة، فبتروح على طول بادئ من عند الستة وتكتب ماشي، وتروح راسم الايه اللي عليهم الدور. طيب كده احنا رسمنا الدي والاي. طب بعد كده عندك البي جاي بعدها الاي، فانت زي ما قلت لك بتدور في حاجه كمان هنا معتمدة على الاي. لا مفيش، يبقى هتلاقي البي جاي بعدها الاي، والاي بتاخد 7. والاي كام الاي؟ لا الاي كام، الاي اساسا 3 و5، لا قصدي 2 و5. فبعد ما خلصنا البي اهيت، شوف نروح مكملين من عندها، من عند هي وقفت عند البي خلصنا عند 7، فتروح جايه من عند 7 وبادئ الاي. الاي كان دورها 2 وتاخد 5 عمال. تمام ماشي. بعد كده هتشوف اللي عندك السي، هتلاقي اف وجي اتش، هتلاقي هل هما موجودين تاني؟ هتلاقيهم موجودين تاني هنا. يبقى عندك الدي برضو بياخد الاف والجي والاتش، والسي بياخدوا اف وجي واتش. عندك الدي بعدهم اف وجي واتش، وبرضو السي نفس الكلام في جي اتش. فانت بتاخد اي واحد فيهم بالظبط؟ بتاخد الكبيره، زي ما كنا بنعمل في اكتيفيتي وان ار واند نود، انت بتاخد الكبير، بتاخد الرقم الكبير. فبالتالي ده خلصان عند 7، انما ده خلصان عند الايه، خلصان عند 15. فبالتالي بتكمل من بعد الكبير اللي هو ده، هو قلنا جاي بعده الاف والجي والاتش. الاف هتشوف طولها قد ايه وتحطها، والجي شوف طوله قد ايه وتحطه، والاتش شوف طوله قد ايه وتحطه. تمام بالشكل ده كده. طيب عندك بعد كده الاي جاي بعدها الكي والال، بس برضو الاف جاي بعدها الكي والال، فنفس النظام بالظبط. انت عندك الاي اهي خلصانه هنا كده عند الكام دي، عند ال11، والاف الاف اللي هي دهيت اللي هي خلصانه عند 17، جاي بعدها الكي والال. فانت هتحط الكي والال بعد ده ولا ده؟ اكيد بعد الكبير. يبقى هنا كده تروح حاطط الكي وتحط طولها، والال تروح حاطط طولها، تقولها وتكتب جواها جنب الرقم تحت. تمام. تيجي بعد كده هتلاقي عندك الاتش جاي بعدها الجي، والاي جاي بعدها الجي. فانت تاخد الكبير، ادي الاتش اهيت. كان في خطأ صغير بس وعدلته. ايوه احنا قلنا ان الاتش والاي الاثنين جاي بعدهم الجي، والجي طوله 3. تمام. ففعلا يبقى هنا هنشوف ايه اللي اكبر، الاتش ولا الاي. هنلاقي ان الاتش هي اللي اكبر، وبعدين نحط بعدها الجي اللي هو واخد 3 ده، 1 2 3، وكان فيه 5 عمال. فبالتالي هيخلص هنا كده. تمام. بتشوف بقى التوتال، هو بيقولك التوتال كومبليشن تايم كان قد ايه، هيبقى 24، اللي انت بتشوف اكبر واحد بيعيد على اليمين وتروح واخد الرقم بتاعه. طيب بتجيب الكريتيكال باث بقى في الطريقة دي ازاي؟ بتشوف اخر حاجة عندك خالص اللي هي دي مثلا. تمام، اللي هي دي اخر حاجة. فانت
فانت بتروح ماشي معاها واحدة واحدة بقى، بترجع بيها زي ما قلنا دي خلصانة عند 24، هتلاقيها ايه خلصانة هنا كده، بتشوف ايه اللي مكمل من عندها على طول، يعني ايه الحاجة الموازية ليها، هتلاقي ده وده صح، ده وده، فانت بتاخد الحاجة الكبيرة، يعني دي ابسط طريقة، بتاخد الحاجة الكبيرة هتلاقي ده، يبقى ده يعني ديت اخرها، هتلاقي مكمل مع ده ومكمل مع ده، ولكن ده هتلاقي ايه اكبر من اللي تحت، فبالتالي بتكمل معاه. يبقى اول حاجة عندك ده الايه، ده اللي هي الجي، يبقى اول حاجة على اليمين الجي. طيب وبعده ايه، ديت الاتش، يبقى تاني حاجة الاتش. طيب بعدين بتروح ماشي بيه كده وتطلع بيه، هتلاقي شوف الحاجات المشتركة معاه، هتلاقي دي بس تمام، يبقى هو ده كمان، يبقى الدي، تروح راجع مع الدي، تروح طالع بيه شوف الحاجات المشتركة معاه، هتلاقي ايه الايه، يبقى الخط بتاعنا الايه دي، وبعدين الاتش، وبعدين الجي، هذا الاي والدي والاتش والجي تمام. طيب ده الكريتيكال باث بتاعنا. طيب تاني سؤال على طول، ده بيعتبر اول سؤال كله، زي ما على فكره بدايتها احنا بترقم التاسكس اللي عندك كلها من فوق لتحت هنا كده تمام. تاني حاجة بيقول لك يا معلم، انت عندك ال workers بتاعك limited ل 9 workers، او انت اخرك 9 عمال، فانت تتصرف ازاي؟ فبتروح عامل كمان رسمة ظريفة ومش ظريفة تحت الرسمه اللي انت عاملها على طول، ويفضل يكون في نفس الورقه طبعا، ورقه الرسم البيانيه هتظبط الموضوع على طول يعني تمام. فبنمشيها بقى ازاي وبنحلها ازاي، بتروح عامل هنا عدد الوركرز اللي عندك، ده 1 2، وتفضل عدي لحد مثلا 11 و12 زي ما انت عايز، وقال لك اخره 9 تمام، تروح عامل خط كده عند 9 عشان يكون انديكيشن ان انت اخرك هنا يعني، وتروح بقى ماشي من شمال لليمين، وكل ما يقابلك بدايه او نهايه بتقف. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا ده كله متسطر، فانت ماشي من الشمال لليمين من الشمال لليمين لحد ما تقابلك بداية اي تاسك او نهاية اي تاسك، بتقف قابلتنا نهاية التاسك ده فانت بتروح واقف. فبالتالي الشوية دول كده، الكبشة دول، المنطقة ديت فيها عدد عمال قد ايه مطلوب منك، قد ايه مطلوب منك، ده 5 3 3 11 تمام. فبتروح عامل خط كده اهيت، يبقى فعلا المنطقة ديت مطلوب منك قد ايه 11 عامل تمام. طيب احنا كنا واقفين هنا ماشي، بتمشي شمال تاني لحد ما تقابلك بداية ونهاية، هتلاقي هنا كده، هتلاقي اهي قابلتك نهاية اهيت. فبالتالي انت بتحسب العدد العمال في المنطقة دي، ده 3 3، وده 2، وده 1 6 7 8 9 برضو، لا برضو هو اصلا قال لك اخرك 9، فبالتالي ماشي تروح عمل 9، تكمل لحد ما يقابلك بداية او نهاية، اهي قابلتك النشاط ده، نهاية النشاط ده صح. طيب بتشوف بقى عدد العمال في المنطقة دي كام، ده 2 1 3 3 5 8. طيب بتكمل اهو، قابلتك نهاية النشاط ده، فبالتالي المنطقة اللي على الدور 2 1 3، فيها 3 عمال، فعلا 3 عمال اهو. بتكمل لحد ما قابلك بداية او نهاية، اهي قابلتك بدايات كتير ونهايات كتير، يبقى المنطقة اللي مشيناها ديت فيها كام عامل، 2 بس. طيب بتكمل بس، حلو كده، يبقى كده قد ايه، ادي 6 و2 و2 يبقى 10 تمام، ادي 10 عمال اهم. طيب بتكمل ماشي شمال لحد ما قبلك بداية ونهاية، اهيت قبلتك نهاية النشاط ده، يبقى ادي 2 و2 4 6 1 7، ادي 7 اهي تمام. ماشي بتكمل اهيت في النشاط ده قبلك نهايته، فبالتالي ادي المنطقة دي مش ده 2 و2 و1، يبقى ده 5 تمام، وهكذا يعني. انت بتشوف كل منطقة يكون مطلوب فيها كام عامل. طيب كويس، هو قال لك بقى ان لما خلصنا الحل ده، هتلاقي عندك في المنطقه الاولانيه ديت اللي هي لحد هنا كده، من اول خالص لحد هنا كده، مطلوب منك 11 عامل وانت اساسا متاح بس 9، وفي نفس الوقت المنطقه دي كده هتلاقي عايزين ان هتكون انت عايز 10 عمال، وانت زي ما قلنا احنا اخرك 9، فبتمشيها واحده واحده. المنطقه دي كده اللي هي من 1 لحد 6، من 1 لحد 6 اللي هي المنطقه دي اللي هي لحد هنا كده ماشي. انت عايز تتخلص من عدد من تاسك هنا او تبعده شويه، فاولا القاعده الاولانيه ايه، ابعد عن الكريتيكال باث وغني له ازاي. انت عندك هنا 3 انشطه بس، عندك الاي والبي والسي، في حاجه منهم كريتيكال او الاي، فنبعد عن الكريتيكال كده بالصلاه على النبي تمام، خط احمر، ونشوف هنعدي البي ولا السي، بنشوفهم ازاي. لا يعني دي بقى بتيجي باللوجيك، اللي هي انت ممكن تجرب حاجات كتير وممكن كله يطلع صح، وفي الاخر يعني عادي مش هتفرق كتير. فعندك البي مثلا هتعوز بقى ترحله ماشي، لو هترحله من اول، تخليه يبدا مثلا من هنا كده، لان المشكله عندك زي ما قلنا من 1 ل 6، دي رقم 6 ودي 7، فممكن البي نرحله من هنا كده ماشي، ونكتبه التاني هو زي ما هو، هو طوله 7 فبالتالي رحلناه ماشي،
وكتبناه زي ما هو، ولكن لما تيجي ترحله ايه البي لازم ترحل كل حاجة معتمدة عليها، اللي هو اللي جاي بعدها البي جاي بعده الاي. فبالتالي بما اننا رحلنا البي من خليناه من هنا كده، خلي بالك مش من هنا، خليناه من هنا كده اهوت، تمام. وتلاتة زي ما هو لازم نرحل بعديه الاي. طب الاي هنا كان طولها بس 2. طيب فالبي الجديدة انتهت عند الرقم ده كده، فبنروح نازلين 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 نازلين، ونروح من هنا بقى كده بعدين الايه الاي اللي هي جاية بعدها، تمام. والاي كانت بتاخد 5 بس كده. ولما تيجي بقى تشوف، لما تيجي بقى تشوف المنطقة ديت هتلاقي قد ايه، 5 و3 تمام عمال مفيش مشكلة. طب المنطقة ديت هكون فيها 3 و2 و1، 3 5 1 يبقى 6. طب المنطقة دي كده ده النشاط ده خلصان هنا كده ماشي، فبالتالي هيبقى ده في هنا 2 وده 5 ده 7، وده أول ما يخلص النشاطات دي هتبدأ. حلو حلو، يبقى احنا كده اتخلصنا من المنطقة الأولانية. كان في حل تاني ان احنا كان ممكن أشفت السي، بس أنا لو شفت السي تمام هضطر أشفت بعده الإف والجي والإتش. يعني لو شفت السي مثلا من أول هنا كده لحد هنا تمام، فهيجي لك مشكلة كمان ان الخمسة لما تكون موجودة مع الثلاثة والاثنين ودي هيكونوا ازيد من 11، فهو افضل انك تشفت البي. الفكرة انك بتقعد تكيفها كده بحيث ان هي تكون مظبوطة معاك العدد عدد العمال يعني، تمام. طيب هنيجي عند المشكلة دي كده اللي هو اللي من عند من 15 ل 17، هتلاقي عندك 10 عمال فعلا، ده 6 و2 و2 4، تمام. طيب ده جي والاتش والاي، جي قصدي الاف، الاف والجي والاتش، الاف والجي والاتش. لو انت حركت الاف ماشي، انت بتجرب. لو انت جيت مثلا حركت الجي، حركته منين؟ خليته بدل ما هو بادئ من هنا، خليته بادئ من هنا ماشي، وهو طوله 4 فبالتالي خليته بدأ من هنا وخد 4 ماشي. طبعا انت عارف ان الجي جاي بعدها ايه، في حاجة الجي جاي بعدها حاجة، لا جي مش جاي بعدها حاجة. فبالتالي انت لو حركت الجي المسافة دي كده مفيش اي حاجة تتغير، كل حاجة تفضل زي ما هي. ليه بقى؟ المنطقة دي كده فيها قد ايه، فيها 6 و2 8، والمنطقة دي فيها كام، فيها 2 4 6 1 7. حلو، فبالتالي انت لو حركت الجي اصلا مش جاي بعده حاجة، مفيش حاجة من اللي جاي بعده معتمد عليه، فبالتالي العمل هيفضل زي ما هو، ويبقى انت حليت مشكلة الايه الوركرز يعني. انما مثلا في الاول لو احنا كنا حركنا الاف، فانت الاف جاي بعدها الكيو والال، فبالتالي هتضطر تحرك بعدها الكيو والال فتعملهم شيفت، فيبقى وجع دماغ يعني. فديت الطريقه، ده السؤال الاولاني بيقول لك مثلا عدد العمال كذا. طيب تاني سؤال قال لك ان الماشين دي، قصدي التاسك دي والتاسك اي اللي هما ده وده بيشتغلوا على نفس الماكين يعني المكنه نفس الماشين، فبالتالي ما ينفعش تعملهم مع بعض. فبالتالي عندك حل من الاثنين، يا اما لازم تبعدهم عن بعض ما يكونوش بارلل خالص، فبالتالي يا اما تبعد ده تشفته الناحيه الثانيه، يا اما ده الكبير ده تشفته. فبكل بساطه ده الدي والاي، ايه اللي فيهم كريتيكال؟ الدي، يبقى نبعد عن الدي. نروح ماسكين الاي نخليه يبدا من اول ما دي يخلص، ما ينفعش يتعاملوا مع بعض، فبالتالي اول ما ده يخلص روح بدل ايه الاي على طول، دي ثابته. انت رحت بدات الاي وكتبت هو 1 2 3 4 5، ده 5 ايام اهو او 5 ساعات تمام. طب ولكن هتشوف في الجدول هتلاقي عندك الاي جاي بعده الكي والال. على فكره لما تيجي تشفت مالكش دعوه بقى بعدد العمال، طلع بايظ طلع مش مظبوط، الدكتور كان قال ان احنا كل مره بنشتغل على الاوريجينال، على الاوريجينال بروبلم تمام. فطيب بعد ما شفتنا الاي قلنا ان الاي بيجي بعدها الكي والال، طيب احنا شفتناه هنا كده، يبقى لازم من عند اخره كده لازم يبدا الكي والال. ال الكي اهيت، فلازم هتبدا من اخر الاي تمام، ونشفتها زي ما هي. وده ال كانت بدا من هنا، لا هتبدا برضو من هنا تمام، ونشفتها بالعدد بتاعها. لما نشفتها مفيش اي حاجة برضه تتغير، هيفضل عدد الايام زي ما هو. فالقاعدة بتاعتنا لما نيجي نقول لك مثلا المكنة دي ودي نفس الحاجة، بتشوف اللي فيهم اللي مش على الكريتيكال وبتشفته الناحية التانية يمين، طبعا ما حدش يقول لها شفت شمال، ده مش دماغ يعني، فتشفته من بعد ما تخلص على طول تمام. وتشوف الحاجات اللي جاية بعدي اللي هو الاي جاي بعده الكي والال، تروح جاي من عند الكي والال من اخره كده، وبادئ الحاجات اللي جايه بعد الكي ترمي شفتها والال تشفتها. ويا ريت لما تيجي تشفت عشان عدد عشان نفس الماشين وكده تخليها مظلله خالص، انما لما الوركرز تخليها مثلا داشات كده زي ما كان الدكتور قال. واتمنى اكون افدت حد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.